ما اروح لان انا اشوف ان في اهانه وهذا شيء انا صار لي قبل كذي قبل فينيسيا ياني مره في 2000 اعتقد 2013 او 14 طوني خليفه طلبني ان انا اكون ضيفه عنده في برنامج للنشر موضوع الحلقه ما عجبني اعتذرت له بكل ادب واحترام مو انا اوافق واروح له بعدين انا امسك فيه هناك موضوع الحلقه ما يناسبني